هذه اللحظات والشوط الرابع عشر الخاص بالحقائق البكار. نبحر في عمق الميدان ونسير مع المركز الأول في هذا الانطلاق. تتقدم المشاركات، لهب تقود المشاركات، هادي بن محسن بن راشد بن محسن بن نديله الذي يقود المشاركين، الضيف من دولة قطر الشقيقة في هذا الملتقى الخليجي الجميل. نسير مع المركز الثاني ونتقدم مع ثاني المراكز، والمركز الثاني تتقدم فيه وتأتي فيه السائح حميد بن حمد بن ضاحي الشامسي الذي يأتي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث شوف الانطلاق من الجانب الثاني، وهناك ثالث المراكز مع هذا الاندفاع. هناك في هذا الانطلاق ثلاثية جميلة وانطلاقة رائعة في أرضية هذا الأداء الجميل. هناك شوف الدخول إلى 136 في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع اللي هي أقوى. سالم بن علي بن هادي البريدي المري، كذلك البريص المري الذي منطلق وما ياتي من المملكة العربية السعودية للمشاركة. نسير مع المركز الرابع وبنلقى في رابع المراكز ياتي التقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. مرموقة سالم بن محمد بن عبد الله العامري يقدم مرموقة على رابع المراكز. اما المركز الخامس شوف الوصول والتحرك من قبل غنايم غنايم مشاهدينا الاعزاء وسعادة حميد بن سعيد بن عامر النيادي يقدم غنايم في هذا الشوط، بينما المركز السادس في هذه اللحظات شوف المركز السادس وشوف التحدي الرائع. هذه الظبي مهير بن سعيد بن سالم الشامسي يقدم الظبي، تقدمت هناك في المركز الثامن وتدخلت في هذه اللحظات محبة لناصر بن علي بن سعيد الغفيلي. هناك في هذا الانطلاق تاسع المراكز شوف التواجد وشوف التحركات. الله 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 يا سلام، تدخلت في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. يا سلام الواعية راشد بن علي بالصغير العويسي. والمركز العاشر هنا وجود من حرب سهيل بن حمود بن علي الوهيبي. يا سلام، هذه القادمة من السلطنة كذلك في هذه المشاركة وهذه الانطلاقات الجميلة. نعود إلى المركز الأول، لا زالت السيطرة من البداية في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع الكبير وهذا الانطلاق الرائع. هنا تتواجد لهب على المركز الأول، هادي بن محسن بن راشد بن محسن بن نديلة الذي يقدم هذه الانطلاقة القادم من ميدان الشحانية ومن دولة قطر لهذه المشاركة الخليجية الكبيرة في هذا المحتفل، محتفل قصر الحصن وفي هذا الملتقى الكبير بين أبناء الخليج الواحد الذين يقدمون هذه النوعية في الأصالة وفي التحدي. نسير مع محبة في المركز الثاني، ناصر بن علي بن سعيد الغفيلي القادم من السلطنة كذلك، وهناك التواجد من هقوة سالم بن علي بن هادي البريص المري القادم من المملكة. شوف الملتقى، شوف التحديات يا سلام، ولكن هناك الوصول وهناك الانطلاق. شوف الوصول من مرموقة سالم بن محمد بن حمد بن عبد الله العامري. شوف الملتقى، شوف التواصل، شوف التحدي الجميل. الله 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 يا هذا الشوط، البويضة وصلت سيف بن محمد بن علي الوهيبي، ولكن شوف القدوم، شوف بغداد سعود بن حمد بن سلطان الوهيبي. الله يا اهالي السلطنة، يا اهالي السلطنة، هناك شوف القدوم وشوف التحرك. يا الله يا سلام، الواعية محمد بن علي بن عبد الله الرميثي، وصل الرميثي، غير الرميثي إلى السيارة إلى الناموس إلى النقطة الثمينة في مهرجان قصر الحصن. تهانينا يا الرميثي، الواعية محمد بن علي بن عبد الله الرميثي تعلن الفوز في هذا الشوط الجميل والتحدي، بينما بغداد في المركز الثاني، سعود بن حمد بن سلطان الوهيبي والمركز الثالث، وصلت في ثالث المراكز. المركز الثالث وصلت في دولة المبارك بن بطحان بن قران المنصوري، أما المركز الرابع
شوف المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات من قبل جبار محمد بن عبيد بن راشد الفيدة المري، والمركز الخامس، المركز الخامس هنا الوصول في هذه اللحظات من غرام، تعود ملكية السالم بن عبد الهادي بن صالح المري. هكذا كان هذا الشوط. نعود إلى التوقيت الزمني، 6 دقائق 4 ثواني و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام على فوز الواعي محمد بن علي بن عبد الله الرميثي في هذا الانطلاق. أما المركز الثاني بنشوف التوقيت الزمني، 6 دقائق و6 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدي العزاء على فوز بغداد سعود بن حمد بن سلطان الوهيبي. أما المركز الثالث التوقيت الزمني بنشوف على شاشة التلفزيون اللي هي دولة مشاهدي العزاء، قدمت أداء جميل، 6 دقائق و6 ثواني 8 أجزاء من الثانية. مبارك بن بطحان بن قران المنصوري، تهانينا والناموس.